السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ معكم علاء سكرين بادر، جينا لكم فيديو جديد. اليوم راح العب فول جايز الموسم الخامس و صحيح انه ده موسم تبع الموسم الخامس في فول جايز وموسم الادغال زي ما انتم شايفين. والله العظيم بقى بضحك اقسم بالله. فدحين نشوف ايش الجديد. اوكي، ما بقى جديده وكل حاجه، سكنات جديده، يا سلام. فخلونا نبدا اللعب ونقول بسم الله على بركه الله. قبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه والتفعيل زر التنبيه لكل كود جديد. خلونا نبدا اخر فيديو قبل طبعا هذا اخر فيديو قبل السحب لمده 4 ايام بسبب اني راح اروح جده. اذا حاب تتابعني تغطيات من جده تعالوا في تعالوا على انستغرام، شفت في الانتو في الاول الفيديو اللي هي الانتو الانتو صور الشاشه وامسح الكيو ار اللي موجود في هذا، راح اوريكم الشرح بالتفصيل. اول شيء تدخل على حسابك في الانستغرام وتلاقي فيه رمز كيو ار وتضغط على الابيض اللي هو مسح الكيو ار وبس، امسح الباركود تبعي خلاص، يا سلام. وكذا ضفت حسابي وشرفت متابعتك، اهلا وسهلا بالمتابعين الجدد. فخلونا نبدا. اوكي اوكي، ما حالة النطيطات يعني هذا زي ما انت ما حالة، هذه مرحلة جديدة اول ما اسمع عنها اللي هو ما حالة النطيطات. اوكي، انتبه من المويات عشان هذا لا تجيب، اذا تجيب فيه العيد. ما شاء الله، انتبه من هذا. سمعت الصوت؟ انا من ادغال، انا ادغال تقول لكم ويلكم تو ذا جنجل. اوكي الله تريبل جمب. اوكي تريبل جمب، دقيقة انت الله. لا موي 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 موي، والله العظيم موي يا شباب، غصبية انا تروشت، غصبية انا تروشت من موي. واتا ايش بول مسكين ده؟ لا انا مسكين بس انا ما ادري ليه. اوكي بنط نطات زياده. اوكي نطات عشوائيه يعني كالعاده تكون اشبه بصاله نطاطات يا جماعه. انتبه. اوكي كم ممكن انتبه بس هذا اكثر ناس، انا اكثر شخص. لا دقيقة بعيد النقزة من جديد. لا اوكي لا 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 باقي لي اخر 20 اخر. لا نقصت يا ابو كلب، نقصت يا ابو كلب. بس هذا بس اهم شيء انه كياسة يا زلمة. وات لا 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 لا. انت من؟ ان شاء الله ما انتهي اللعبة على اخي الله. لا 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 لا، انتبه انتبه انتبه، باقي اخر ثلاثة، اخر ثلاثة. الله لا لا لا. اوكي حظ سيء لازال يحالفني فول جايز، بس ان شاء الله يرزقني بالحظ الكويس. فا جيم تاني يا جماعة. اذا انا انقطاع الفيديو بسبب انه هذا
خلونا نبدا جيم تاني جديد وبسم الله على بركة الله نواصل مع حالتنا الادغال الجديدة. اوكي ما معلش يا جماعة جاب نفس المرحلة نفس المرحلة يا جماعة بس ممكن ان شاء الله ممكن ان شاء الله ممكن بفوز بس هذا اتمنى انه ان شاء الله ما تكرر محاولات من جديد. شوفوا يا جماعة الشجيرات الجزئية الاخيرة من هذا المرحلة تعتبر باكور نايس اباوت ذات. اوكي خلونا نبدا. اوكي لازم اخفي اسامي اليوزرات. انت بي الله الله عند الططط والله. المرحلة الاولى ترامبولين يا جماعة. المرحلة الاولى اسمه ترامبولينات الطائرة صحيح الاسم. انا بمشي بالموية انا بمشي بالمية انا بمشي بالموية بمشي بالموية. الله الله نقزل الله الله ايوه. اوكي يا سلام على النقزة. الترامبولينات ايش والله زحمة والله عندي زحمة في الترامبولينات يا جماعة. لا 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 اوكي ما انتبهت انه فيه احد في الترامبولين. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. اوكي يا سلام الله ايوه بختمها بشوية باكو. لا اوكي طحت 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 يا جماعة طحت اوبا عيا طي غيت غيت. لا اوكي اوكي الله 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 نكسر نكسر اسطوري. اوه كرفت كرفت يا جماعة كرفت من الجزئية الاخيرة اللي هي الباركور يا جماعة. الله الله نكسر ايوه الله لا 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 توي بديت بالسيزون الجديد بس هذا المشكلة بولينات. لا انتبه 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 انقز اقفز. لا بقيني واحد بس بقينا واحد بس الله اردكني بس لو طلعني مرحلة من المرحلة الجديدة اللي عندي الجديدة اللي عندهم خلاص يلا حزغح يلا هذا موفق لك هذا موفق يا اخي. الحين بدخل الجيم الثالث ان شاء الله لو طلعنا بنفس اللعبة ان شاء الله بفوز بيها. واصل اللعبة هذه اللعبة تغير هذا بغير احسن لعبة بغيرها بعد فيفا لان اللعبة شعبية كبيرة عنده شعبية كبيرة وخسرت شعبيتها بسبب هذا فيفا ولا قلت من لاعبينا اللي هي فيفا فورتنايت. بس ان شاء الله ممكن العب فيفا فورتنايت اذا رجعت لهذا المدينة ان شاء الله بعد بعد جد بعد سفر جد ان شاء الله. فخلاص الحمد لله لكم شرب وصل بالسلامة. اوكي اخيرا حم الفوز اخيرا المرحلة اللي طلع لي بقى بدلا من الترامبولينات اللي قدامكم حم الفوز يا جماعة. اوكي الحمد لله من دون ما اطيرك والاشياء التانية انتبه من الفوز اللي اوكي
هذا ما احلى سيزون التام الثاني. بسم الله على بركه الله، انت ماشي وجاي حيضربونك عشان تخليك رشيق في عدة ساعات وعدة ايام ان شاء الله. انتبه. اوكي، هذه المخوطيات اللي يا سلام الله عمو. اقول اطيح. اوكي يا سلام، الله على الاستراتيجية الجميلة دي. اوكي ضربني بالبطاقة، ادخل من هنا. لا اوكي، انتبه من الحفرة هذه تسبب لي ربما تسبب لي في جيبة تريد. اوكي ربما تسبب لي في جيبة تبي ده تجيب لي عن طريق هذه الحفرة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، باك بطحت باك بطحت باك بطحت. اوكي الله، هذه ايزي. قد ايش اللي بقول لكم ايزي يا فوزات. يا سلام الله، ايزي يا فوزات، فزت اخيرا فزت. الحمد لله مريت من عندك بسهولة، بس طحت مرتين. اوكي هذا الاخ القريب من الفوز يا جماعة، فاهم ابوك يا جماعة. الله الله ابوك انت وات هذا قوية الدوم المسكين، يبغى يحاول يفوز بس هذا. يلا هات لك يا اخي، هات لك يا اخي يا حصاني. لا 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 مو حصان هذا، لاما ويا لامتي. هات لك يا لامتي، هات لك يا لامتي. الجولة الأولى فزت، الجولة الأولى فزت. بانك 42 بس، 42 بس اللي يبغوا يتأهلوا. والله العظيم إن شاء الله إن شاء الله ممكن آخذ الكاس أو عفوا التاج. أما حل اللي بعده شي شي. أوكي أوكي أنت جينكس. انتبه هذا اصلا، انتبه لا تمسك. شوف يا جماعة، انتبه من هذا، من الصابون اللي في هذا الشيء اللي حاسس من الصابون ببطنه. هذا فيق الازق وفيق الاخضر، فدحين يبدأ المباراة. وبسم الله لبركة الله، باقي شيء اللاعب بس دقيقة، باقي 19 لاعب. والله بعدش بالغلط بالغلط انت يعني انتبه لا تطيح. الله اوكي متعادلين الان. الله اطاردك اطاردك نقص عددي. اوكي الله انك تعال يا صابونة، تعال يا صابونة المتبخية، تعال يا صابونة، تعال يا صابونة. لا صابونة المتبخية. الله نكسر. اوكي نكسر عددي بس استغل النكسة. اوكي باقي اخر ثلاثة، اخر ثلاثة. لا 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 ما بخسر ما بخسر ما بخسر. لا مجال للخسارة، لا مجال للخسارة، لا مجال للخسارة يا جماعة، لا مجال للخسارة ان شاء الله. لا 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 لا. اوكي باقي اثنين، يا سلام باقي واحد، باقي واحد باقي. لا 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 يلا هاد لك لي. نبدا بتكسير ابوب. يلا خلاص نبدا اللعب. بسم الله على بركة الله. ما حدا تكسير بيبان انتفع بعضها، بعضها حقيقي بعضها نصير. ممكن استخدم هذا المنطقة عشان بطيدي عشان خط الدعاية. والله يعني والله من جد لازم بطير من الطيرين اللي خط شيء طيرين اللي خط النهاية. فخلوني نبدأ بسم الله على بركة الله.
الله الله تكسير بداية مكة جميلة جدا. الله الوصل الله الدالي الله ودادي صدرت التكتيك وات هذا بصدر التكتيك. اوكي بابو كل بابو زيف والله زحمة يا جماعة والله زحمة. اوكي زحمة 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 باقي اخر ثلاثة. لا 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 شو ما بخسر شو ما بخسر شو ما بخسر ما بخسر ما بخسر ما بخسر الله 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 طيب الطيارة خط نهاية سهلة جدا. المرحلة اللي بعده ان شاء الله ان شاء الله يكون مرحلة سهلة. ايوه مرحلة سهلة يلا. الله اكبر رسول الله اكبر رسول بس هذا والله المرحلة السهلة بشكل جيد نوعا ما. اوكي قرب توصل الان راح ان شاء الله راح اوصل لخط النهاية يا بسم الله. انا باكت الله نبدا نبدا سباق. لا طيح 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 والله عندي والله عندي اختصار مفيد اختصار مفيد جدا. الله لا لا ما 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 يا سلام الله لا اوكي ما انتبهت ما انتبهت انه في خط نهاية وات لا 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 انت بتبي انت لا تقفل انت لا تقفل 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 علي لا تقفل علي افتح لي يا شيم شيم يا سلام شيم شيم يلا يا سلام يا سلام حيروح حيروح المرحلة اللي بعده ان شاء الله ان شاء الله المرحلة اللي بعده. اوكي يا سلام يا سلام حنمر من السنايب. لا لا ليه ليش يا انا بعيد عن خط النهاية والله قربت خط النهاية بس ابتعدت عنها. الله